خاصة عن الرجاء الرياضي ورفقة رئيس الرجاء الرياضي سي أنيس محفوظ. سي أنيس، أهلا وسهلا بك. مساء الخير سي الطاهرية، مساء الخير سي بن عبد الله، نتمنى تكونوا بخير. تحية طيبة للجمهور والمتتبعين والمتتبعات قناة ديربي تي في، نتمنى تكون بخير. وأول كلمة نتمنى الله سبحانه وتعالى أن يرفق بالطفل ريان ونضموا الدعوات ديالنا والأصوات ديالنا، الله سبحانه وتعالى يفكم هذه الوحلة هذه ويرفق بي ويرفق بوالدي ويخش إن شاء الله سالم غانم بحول الله ويحفظ جميع الشعب المغربي والأمة المغربية والأمة العربية من كل وباء ومن كل المصائب والأخطار. آمين.